بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الأيام التدريبية الأولى للدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية في القاهرة والجيزة والقليوبية بمقر الأكاديمية، وذلك عقب انتهاء المرحلة السابعة للدفعة الأولى من نفس البرنامج الذي يهدف إلى تمكين المرأة في جميع محافظات الجمهورية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. وتشمل الدورات التدريبية العديد من المحاور والموضوعات المختلفة التي تختص بشكل برئيس الاستثمار في قدرات المرأة المصرية من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، إلى جانب خلق فرص حقيقية للمشاركة الفعالة والمستمرة في المجتمع داخليا وخارجيا. وقد شاركت 276 سيدة في المرحلة السابعة من البرنامج بمحافظات مطروح والوادي الجديد والغربية، حيث تلقت المتدربات تدريبات مكثفة في مهارات القيادة والإدارة ومهارات التواصل والاتصال وحل المشكلات واتخاذ القرار ومهارات التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.